لماذا تبعت عني تلك الشيء؟ بغيت تقلعيني. جاوب رجليك يا حسين. مش قلت الناس حدا ديورا تمرضون؟ نعم. كيف بعد؟ خطر. نعم. الناس اللي زاروني كيفاش تيصحوا؟ يمشيو تيصحوا. كونوا على النواب. نعم. على تلك الشركيات يشركون بالروح. هناك جنة من الجسد، وإنما إذا أبون يأمرون جنة آخر إلى الخروج من الجسد ويعتقدون في تلك الوجهات. لكن السحر يخرجون والسحر يرجع الصادق على تلك الوجهات. خمسيني بقى نتبرمج. مش نمشيك الزوج ونمشيك السلوك تتسجن وتتكرر تتزوج وتسكت تسكت خضرب اللي غادي تكون من الارتياع لماذا تبغي تعبر علي؟ يا الانسان صاعص على المغرب. نعم انا من كل جانب للغايه، انا والساحر الجني والعقرب للغايه. تحب المال ولا ما تحبوش المال؟ نعم. والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بداية أحمد ربي سبحانه وتعالى وهو الشافي
قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في الشفاء والدواء. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. يعني حينما يكون المريض يعاني من عين أو حسد أو سحر أو جان سنوات، ثم يرى البهجة والفرح والراحة والدواء، لا شك أن الفرح يأمره والسعادة كذلك تملكه، وهذا أمر يحبه الله عز وجل. ولا شك حتى أن من معه يفرحون ويسعدون بذلك، زوجها أو أبناء أو والدين أو إخوة أو أحباب أو أصحاب. بين يدينا الآن قصة سوف نترككم مع تفاصيلها، لكن أوقفكم وقفات حيث تنبهوا أكثر حين مشاهدة الفيديو الممتع إن شاء الله تعالى، الذي أسأل الله تعالى يكون في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أعطى الله بقلب سليم. في البداية سوف ترون أن شاب كنت زرتهم في البيت في أحد القرى بالمغرب، وعنوان هذا المقطع: صوت مخيف للجن. قبل 3 سنوات أظن في أحد القنوات، لأني كنت حذفته من قناتي، يعني كنت أعمل تصفية للقناة، وبعض المقاطع ربما لا أراها توافق شروطا فكنت أحذفها، والحمد لله. لكن سبحان تسجيل حجة وجدتها في إحدى القنوات. طالع هو شاهده قرابة 2.5 مليون مشاهد، وموضوع قبل 3 سنوات بعنوان صوت مخيف للجن. كانت هذه لقطة من وجودي مع ذاك الشاب في بيته، وتبين عند في زيارة البيت أصحاب التم دل عليها الجن. لكن الأسرة أوقفت العلاج، ولم يكن يشكو حينها الابن من جنون قوي جدا، كان جنون بين. لكن بعد زيارة بيتهم والوقوف على مكان الأسحار، كأن الجن الذي في البيت انتقموا من الابن، فأصبح عنده جنون تام، لكن توقفوا عن العلاج. لا نستطيع أن نغم الناس ونقول تعالوا حتى يرتاحوا ويطمئنوا. أقول لكم هذا كان قبل 3 سنوات. تفاجأت قبلها أسابيع أنهم يأتون عندي لمواصلة العلاج. وجدت الابن في حالة مزرية، وهو شاب تظهر عليه سمات طيبوبتي وأسرة طيبة والأخوان كذلك، يعني صراحة. وشيء شدني أن ذاك التآزر بين الإخوة يأتون به وهو في حالة جنون. سوف تلاحظون وتشاهدون كيف يأتون به، يعني يمزق ثيابه ويضرب الناس. تأتي أوقات أنهم يمسكونه بالسلاسل من يديهم وقدميه في البيت حتى لا يكسر وحتى لا يفر وحتى لا يفعل شيء تؤذي نفسه وتؤذي غيره. بدأت معه في العلاج بفضل الله عز وجل هنا في مركز بفضل الله عز وجل، أظن 2 أو 3 حصص. تبين من خلالها مجموعة من الجن، وسوف أبين لكم إن شاء الله جلسة ممتعة مطولة جاوزت 2 ساعة كيف كان الجن يتكلمون ويعترفون ويخرجون. أسحار عظيمة وجن كل واحد له مهمة ووظيفة. يقول أن يبالغ بالعكس، والله إني أخفف من حدة أو من شدة ما شاهدت وطلعت، وليس مرأة كما سمعت. حين تسمعون تشاهدون ستعلمون الحقيقة، وصب جميل. يعني الجنون يتملكه جنون تام، ليس بين على مدار الساعة، لا يعود له العقل بالمرة. فبدأ الجن يعترف ويخرج. كانت الجلسة قبل 2 أسبوع بفضل الله عز وجل، فخرج كل الجن، ذهبوا. ولكن لا بد من الصلح حتى نتبين هل الجن على حقيقة الكلام ما يقول أم أنه يدعي ويكذب، فصدقه وكذوب. لكن رجعوا في الحصة قبل الماضية، قبل يعني التي كانت اليوم، رجعوا في عقله وفي ثباته واتزانه، استبشرنا خيرا. قلت إذا خرجوا، وإذا الحمد لله تعالى كانوا على العهد، على العهد وعلى الوعد، أعطوا عهدا أن لا يؤذوا. ثم رقيته ما شعر بشيء، أعطيتهم عهدا أن يأتوا اليوم. اليوم خرجوا قبل دقائق،
ولله الحمد في صحة، بل قال وأصبح يصلي ويصوم يوم الخميس ويذكر الله تعالى كثيرا و فاستبشرته خيرا، وأسأل الله يكون هذا تمزيل حسنة إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. والله العظيم دوزته على هذا، البعض يحسده يقول لا تسجلوا معه ولا تظهروا حتى لا يظهر هذا الخير للناس، أو البعض يقول لك يوم الناس أنا لا يهمني، أنا فقط شيء بشيء يقال أعرف طريقي أتوجه فيه، أسأل الله ينفعني به، الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأسأل الله يهدي الجميع. المهم الحقيقة هي التشهد. سوف أظهر لكم الفيديو قبل 3 سنوات، أظهر لكم كيف حالة الجنون الذي كانوا يأتون به إلى المركز، وأظهر لكم الجلسة كذلك كيف كانت مطولة مع الجن الذين خرجوا، وأظهر لكم الجلسة الأخيرة في ثبات لا يشعر بشيء، وبفضل الله تعالى كذلك إخوانه سلامهم عناقهم شكرهم، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا. نترككم إن شاء الله تعالى مع هذه المادة الشيقة، والتي أرجو أن تكون تزيد المؤمن إيمانا أن الشفاء بيد الله، وأن القرآن سبب في الشفاء. فما يعني إذا توكلت على الله عز وجل حق التوكل، واستعنت بالله حق الاستعانة، ولجأت إليه، فإن الله تعالى شك أنه معك وسيشفيك من كل الأسقام والأوجاع والأمراض. فشاهد بعين الرضا وبعين اليقين، وأسأل الله تعالى لا تحرمنا الأجر، أن لا تحرمنا الدعاء، وأسأل الله لا يحرمنا الأجر والثواب. آمين آمين. أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يرزقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر من كل جان، سكن العقول كثيرا، الله أكبر من كل جان، أبلغ العقول كثيرا، الله أكبر من كل جان، حجب العقول كثيرا، الله أكبر من كل جان، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، للجنون عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، للجنون عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، للجنون عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في البيت القديم عظيم، في بيت قديم عظيم، في بيت مهجور عظيم، في قبر قديم عظيم، في قبر مهجور عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، تسبب في الجنون عظيم، تسبب في الجنون عظيم، في الهذيان عظيم، في العبث عظيم، الله أكبر من كل جان، أسكنوا ألزموا ألصقوا قيدوا ربطوا حبسوا صفدوا، الله أكبر من كل جان، تسبب في الجنون عظيم، أسلموا لله أنابوا إلى الله، خرجوا طاعة لله، أسلموا لله أنابوا إلى الله، خرجوا طاعة لله، الله أكبر من كل جان،
من كل جانب بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر قديم بسحر عظيم بسحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر في العقل عظيم في العقل قديم. بسم الله يبطل كل سحر للجنون عظيم للجنون قديم. الله أكبر من كل جان تسبب في الجنون. الله أكبر من كل جان تسبب في الجنون. الله أكبر من كل جان وكلوه بالجنون. الله أكبر من كل جان أسكنوه للجنون أسكنوه للجنون أسكنوه للجنون. سحروا للجنون دفنوا للجنون ذبحوا للجنون رشوا للجنون. الله أكبر من كل جان في العقول جان في الأفهام جان في العقول جان في الأفهام جان في القوام جان في الأبدان جان. الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان كبير في البدن كبير في العقل كبير في العقل كبير في الفهم كبير في الجمال كبير في القوام كبير في الصدر كبير. الله أكبر من كل جان أسكنوه للفواحش والآثام أسكنوه للفواحش والآثام أسكنوه للفواحش والآثام. جان كبير جان كبير بسحر عظيم. الله أكبر من كل ساحر سحر في القبور سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر في الصور سحر. بسم الله يبطل كل سحر أسكنوه للجنون قيدوه للجنون عقدوه للجنون حبسوه للجنون ربطوه للجنون دفنوه للجنون أحرقوه للجنون كتبوه للجنون حسبوه للجنون. بسم الله يبطل كل سحر في العقول في الأفهام في العقول والأفهام. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر اليهود سحر بسحر النصارى سحر بسحر المجوس سحر بسحر الأفارقة سحر. يبطل كل سحر عظيم جرى في العقول جرى في الأفهام جرى في العقول جرى في الأفهام. الله أكبر من كل سحر. بسم الله الحمد لله الذي هدى هدى خدام وحراس هدى خدام وحراس أخرج خدام وأخرج حراس أخرج خدام وأخرج حراس أخرج خدام
وأخرج حراسه الحمد لله الذي هداهم واجتباهم هداهم واجتباهم هداهم واجتباهم نطقوا كثيرا واعترفوا كثيرا وأسلموا كثيرا وخرجوا كثيرا جان أسكنوهم بالأسحار يسكنوهم بالأعين يسكنوهم بالحسد يسكنوهم أبلذوا الأفهام غيبوا الأفهام حجبوا الأفهام الحمد لله الذي هداهم واجتباهم هداهم واجتباهم نطقوا كثيرا واعترفوا كثيرا وأسلموا كثيرا وخرجوا كثيرا كثيرا بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رجع إلى وعيه وإلى عقله وإلى لبه رجع إلى طاعته وعبادته وصيامه وقيامه الحمد لله وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون معشر الجن اعلموا أنكم كنتم تأخذونه إلى الجنون رغما عنه مجنون ويتخبط مجنون ويصرع مجنون ويؤذي مجنون تائه في الطرقات مجنون يبطش مجنون يؤذي مجنون لكن ليس في سكينة وليس في راحة مجنون مع قوة وأذية لنفسه ولذويه لبيته ولغيره حتى لأقرب الناس إليه نعم لقد جعلتموه في أذية في أذية كبيرة بالغة جاء الله بكم فنطقتم جميعا واعترفتم واحدا واحدا وأسلمتم لله تعالى وخرجتم من عقله وخرجتم من بدنه كل واحد منكم كان لغاية تذكروا كيف جاء قبل الحصة التي قبل الماضية فالحصة الماضية جاء بعقله ولله الحمد والآن كذلك بعقله ولله الحمد لكن التي قبلها كان يبطش وكان يتخبط ولا يعقل على شيء البتة والمرة بالمرة فمن جاء بالعقل ورده إنه الله ومن جاء بهدايتكم وإسلامكم إنه الله فنعم الله كبيرة وجليلة وعظيمة فلا تعاودوا الرجوع إليه لا تحجبوا عقلا ولا فهما كونوا عونا على بر وخير وطاعة أرأيتم الآن كيف ينطق وكيف يسلم وكيف يجلس وأهله مستبشرون نعم يقول حتى الصيام والآن يصوم الاثنين والخميس فالحمد لله ما شاء الله نسأل الله أن يزيدهم من فضله وحرصه وثباته اللهم آمين وأن يقيه شر الحاسدين والعائنين والسحرة والمشعوذين اللهم آمين آمين معشر الجن إلى كل كبير كان في الجسد فخرج إذا كان يحوم حول البدن أو يسمع اعلم أن ربي حرم عليك الظلم والرجوع إليه بعد أن تاب عليك منه فكن عون على البر والخير إليكم جميعا كبارا وصغارا إلى كل من نطق واعترف وخرج لا تعاودوا الرجوع وكونوا على العهد الذي أعطيتم لله جل وعلا عاهدتم قبل الخروج ألا ترجعوا ألا تؤذوا ألا تمرضوا ألا تحجبوا عقلا أو فهما أو وعيا كونوا عونا على صلاح وفلاح طاعة لله جل وعلا طاعة لله لا زال شابا لا زال شابا يرجو الأمل والحياة يرجو الخير والنمو والعطاء نعم أن ينفع نفسه وأهله والديه فلا تحجبوا عقلا ولا فهما معشر الجن لا تحجبوا عقلا ولا فهما معشر الجن ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نذكركم بآيات الله تعالى ذكرها. قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لازلت أتذكر حينما يقول لي أخوه إخوانه أنه تأتي ساعات فيسلسل ويكبل بالسلاسل والقيود، يكبلونه في البيت بالسلاسل القوية والقيود، لأن له قوة والجن يجعل قوة، فيبطش كالمجنون، يكسر ويحطم ويتيه في الطرقات لا يعرف له مكانا، فلا حل ولا علاج رغما عنهم كانوا يجعلون القيود والسلاسل عليه في أيديه أو في أقدامه. أترجون هذا؟ تعذبونه، تعذبونه بفقدان العقل وبالتخبط وبالأذية البالغة، مع أنه لا زال شابا، مع أنه لا زال شابا. ولا زلت أتذكر أن الأسحار التي كانت في البيت بالدم فتبطر بأمر الله جل وعلا، أسحار بالدم تبطر بأمر الله جل وعلا. ولا زلت أتذكر أنهم كلما اشتروا ماشية إلا وماتت في البادية، إلا وماتت وقتلت في البادية بفعل فاعل الجن الذي يسكن البيت، الذي يسكن البيت، نعم يسكن البيت. فجاء الله بكم، جاء الله بكم إلى الإسلام وإلى الإيمان بفضل الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. معشر الجن يقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، لقد سحرتم الأبناء الذين هم في المغرب والذين هم خارجه كذلك في بلدان بعيدة، لحقهم الضر والضرر والسحر والأذية والتعطيل. كان السحر بداية للوالد والوالدة، ثم أسحار تعددت للإخوة والأخوات ليكون التعطيل على نعم ساقها الله إليهم، ساقها الله جل وعلا حسدا من عند أنفسهم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. معشر الجن، إن ربكم رحيم لطيف خبير، إن ربكم سبحانه وتعالى تواب رحيم. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، ولا تكونوا عونا للشياطين، ولا تكونوا عونا للسحرة فتغيب العقول، فإن هذا ظلم والظلم حرام. ولا تكونوا مع الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحمد لله، والله فرحنا وسعدنا بإسلامكم، باعترافكم وبإسلامكم وبخروجكم. نعم والحمد لله. مر الآن شحال باش كانت الجلسة اللي عصرت فيها الجيل ونطقوا وخرجوا؟ شهر. مر الآن بفضل الله تعالى شهرا كاملا أو يزيد بفضل الله جل وعلا، وهو الآن وهو في صحة وعافية وفي عقل واتزان، بعدما اعترف كثير من الجان وخرجوا أسلموا وخرجوا. والله سعدنا بإسلامكم وبخروجكم، وسعدنا كذلك أن نراه بفضل الله تعالى بعقل وفهم واتزان. الحمد لله على جوده وفضله، لكن لا تعاود الرجوع، لا تعاود الرجوع، لا تعاود. فهو سنوات، تأملوا في هذا الكلام، سنوات وهو يؤخذ منه العقل، سنوات وهو يحجب عن عقله، سنوات وهناك من يحول بينه وبين عقله، وأنتم اعترفتم. أسحار صنعت من المغرب وأسحار أخرى خارج المغرب، والجلسة كانت مطولة جدا، اعترف فيها صغيركم وكبيركم بالفواحش وبالآثام التي صنعتم له وبالتعطيل والتمريض، وغلبتم ذلك كله بالجنون حتى لا يعقل ولا يفيق. وأجاء الله بكم كلكم جميعا. نعم، وإن كان منكم من أحوجنا إلى نوع من التعذيب، لكن والله ما كنا نرجو عذابا، لكن أن يرجع العقل إلى صاحبه، وكذلك أنتم ترجعون إلى عقولكم وإلى رشدكم. فجاء الله بكم وأنقذكم من الضلالة وأنقذكم من الغواية وجاءوا بكم إلى الرشد، فله الحمد أكثر من حمد الله إنسا وجنا.
وأكثر من شكر الله حمدا، وأكثر من شكر الله إنسا وجنا. فالحمد لله، والله لولا الله ما رجع العقل، والله لولا الله ما أسلمتم، والله لولا الله ما خرجتم، والله لولا الله ما رجع إلى طاعته وعبادته وإلى إخوانه وأخواته وأمه وأبيه بعقل وفهم، والله لولا الله. فاحفظوا هذه النعمة معشر الإنس والجن، معشر الجن، لا تؤذوه، لا تؤذوه، لا تؤذوه مرة أخرى، وأسلموا لله عز وجل، لا تؤذوه مرة أخرى، وأسلموا لله عز وجل، لا تؤذوه مرة أخرى، وأسلموا لله تبارك وتعالى، واعلموا أن بإسلامكم سبق لكم الحب من الله، وسبقت لكم التوبة من الله. تأملوا في قول الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. حب الله جل وعلا سبق، قال الله: يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإسلام نعمة، الإسلام منة من الله، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سبقكم نور وفضل من الله وخير عظيم من الله، فقولوا الحمد لله، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وتشبتوا بكتاب الله بحبل الله المتين بالضياء والفرقان، واتلوا كتاب الله حق تلاوته، وكونوا ممن يقولون الحق ويساعدون على الحق ويدافعون في سبيل نصرة الحق، ولا تأخذكم في الله لهم متلائم. اطردوا كل ساحر، واطردوا كل جن وكل شيطان يتربص به عن يمينه أو شماله، في رقابه، في يقظته، في نومه، في سعيه، في مشيه، في بيته، في كل مكان، ليس عليه فحسب، بل على كل المسلمين، كانوا إنسا أو جنا. نعم، خلقنا الله تعالى لنكون عونا على الخير إنسا وجنا، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. العالمين شتحس دابا؟ حسيت بشي حاجة؟ يعني رأسك من هناك يتحرك، والجسم ديالك كله، عورتك، قلبك، صدرك، يعني كاين واحد شويه اضطراب في صدرك وشنو اخر، وكاين غير الم ولا حركه، كتشوف كيتحرك، كتشوفو
يلا تكاي تكم شوف حاول شوف دير هكذا هكذا يلا اونلاين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جار خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جار خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جار خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يخرج كل جان خفي
بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يبطل كل جار خفي، يبطل كل سحر خفي، يخرج كل جار خفي. شو بتحس؟ شو بتحس؟ عادي، ارجع تاني مزيان. بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يبطل كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جار خفي، بسم الله يبطل كل سحر خفي، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل جان. شو حسيتي؟ عادي، اسمعوني مزيان. شو نبين الأمور؟ لا طيب كان الجلسة هنا اللي كان طويل وكيخرجوا فيها الجن هنايا تقريبا كانت مدة شهر صح؟ طيب بعدها من اللي ذهب البيت يعني الأمور هذوك تتحسن صح؟ نهار هذوك يتحسن جيد دابا كاين واحد الأمر أمر يجوز أنتم في الدار كتشعروا الرقية صح؟ طيب داروا لي الرقية في الدار لماذا؟ لأن ما تنساوش كان عندكم أصحاب في الدار كاين أصحاب الدار ها وحدة كاين اصحاب الدم كاين اصحاب التجاره على الماشيه فهمت ولا لا؟ ايوه واحد شديد واحد ايوه لا ممكن واحد وكاين شي اصحاب هو اللي فيه الجن اللي فيه جبدوه خرجوه واحد ما جبدش جنيه المهم اللي فيه كان جنيه تكلم فيك بزاف كان كثير يعني انا كنذكروا في الجلسه كان اخر واحد هو الكبير من القادم وكذا طيب خير فالان شوف الصله بينه وبينه خصها ما تقطعش تحمرك اوكي علاش؟ يعني ملي كنا جينا عندكم البيت تقريبا عندكم البيت تقريبا سنتين تقريبا كثر ثلاث سنين وحبستوا العلاج وبقى المرض فملي الان تقريبا بديتوا معايا شحال شي شهر دابا تقريبا شهرين فاش بدينا كنرقوا رجعنا هنا هنا صح هنا لا كنوا على هنا حيت حبسنا ليه هنا شحال تقريبا دابا؟ شهرين شهرين هو رجع عادي ولكن حنا كاين واحد السر في العلاج نوضح لكم تفاديا لسحر التجديد المؤقت نشرح لكم بعض الناس كيجيهم الجنون كيطول بهم يبقوا دائما مجانين انتم ادركتوا الامر في البدايه الدليل هو ان كثره الجن كيعترف بيخرجوا ولكن لا قدر الله تكون طالت المده هي طول المده ماشي مشكل لكن على حسب بصراحة. على حسب الجني مثلا واحد السيد من فاس هنا 15 عام دخلوه حمق خرج بعقله في حصه تيسير الله ها ولكن الناس اللي عند الاخدي كانوا بزاف انا تفاجئت كان خرجوا واحد يقولوا سالينا ثم كيسال واحد اخر صح ولا لا؟ هنا
سمع لي هو واحد جني كان قال لي راه تقريبا 1400. لا دابا نحكموا غير اللي شتنا بعينينا. كيطلع باش يسلم مده ثم يخرج ثم يصعد ثاني ثالث رابع. الاحتياط اللي بغيت نقول لكم اسوء احتمالات الاحتياط وهو يكون سحر مؤقت عنده عمل بوقت معين. كاين اللي مثلا كيجي عيد الميلاد كيحماق، كاين اللي كيجي الصيف كيحماق، هناك من ياتيه مثلا الربيع يحماق، كاين اللي الحماق تاعو كيبقى اسبوع اسبوعين ثلاثه، وكاين اللي كيبقى طويل، وكاين اللي الحماق كيبقى معاه دائما بحال البهالي غادي في الشارع فوتي في الظلمه وكذا. حنا كنلقاهم راه اكثريتهم نفس المشكل، غير ما بقاوش العائله اللي وقف معاهم. نشوفهم كنعرفنا فهمت ولا لا؟ دابا اش خاصكم الخروج من هذا الاشكال؟ خاصو هو فتره دابا نقاها، خاصو الحمايه، خاص البيت يحمى. فهمني مزيان، دائما يكون فيه رقيه شرعيه، لان الاشكال اللي عنده هو اعترفوا به، ولكن هناك كذلك خدام اخر يسحر الدم وقتل المواشي والتفريق والمشاكل اللي كاينه حتى عند خوكم في امريكا وكذا. باش نعملوا الامور خاص الرقيه تبقى في الدار، وهو بين الفينه الاخرى انا باب يبقى مفتوح لي مساعده في سبيل الله، نتعاون معكم خوتي يجي. عرفتي علاش؟ باش دائما كونترول. علاش؟ حتى نضمنوا تفوت واحد الفصول وما يوقع له والو اذا كنقولوا الان ولا سليم 100%. صح ولا لا؟ هو دابا كيصلي كيصوم مزيان، ولكن لا يمنع انه الرقيه يجي مره الباب مفتوح ليه. خلاص واضحه؟ واضحه؟ السلام عليكم الله يعاونكم.